صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تسمية الصور والآيات توقيفية من الله جل وعلا أم أنها كانت اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ منها ما ورد به دليل ومنها ما هو اجتهاد، هذا في السور، سور تسمية السور منه ما ورد به الدليل مثل البقرة وآل عمران والنساء، ورد به الدليل مثل سبح والغاشية وقاف واقتربت، هذا ورد به الدليل، ومنه ما هو اجتهاد الصحابة. وأما الآيات فلا، سميت آية الكرسي هذا في الحديث، آية الكرسي سميت في الحديث، نعم، سورة الفاتحة سميت أيضا في القرآن في الحديث، نعم.